مسائل الأربع. دي تري فيكتيه لأسنسيال لبونكنا. فيرا أسنسيال لبونكنا. الأول العلم، لابد أولا أن نتعلم قبل أن نعمل قبل أن ندعو. فشتا كنسكاب في مو لارة كنسكاب فور في كان كالتي دو فور في براكتسيرر. إذا تعلمنا بعد هذا لابد أن نعمل بهذا الذي تعلمنا. إت في هالارت سومو في براكتسيرر ده في هالارت. ونجمع بين العلم والعمل. وفي كنيتر كنسكاب ما براكسس. نعم. إذا تعلمنا وعملنا لابد أن ندعو إلى هذا الذي تعلمناه وعملنا به. إت في هالارت وإت في براكتسيرت سومو في تلكالتي ده في هالارت وبراكتسيرت. ونصبر على العلم والعمل والدعوة. وفي طول موديت ما ولارة وك قالت يدو براكتسيره ده. نصنع هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر. Hvis vi gjør det her i dette livet her, så vil vi inshallah klare å svare i vår grav. الدليل على هذه المسائل الأربع سورة العصر. Og beviset for de fire tingene her ligger i سورة العصر. أقسم الله سبحانه وتعالى أن كل إنسان خاسر واستثنى من الخاسرين من يأتي بهذه المسائل الأربع. الله سبحانه وتعالى سفرجت في تيد وات كل منسكر هيل منسكتنا فرطبت بوتشت وعتنم دي فوكا سم كم سم يور دي فيري تينغ نهار. نعم. يقسم العلماء رحمه الله تعالى الصبر إلى ثلاثة أقسام. دي لاردة مت الله سبحانه وتعالى بار فرنويد مدم فرديلر صبر اللي طول مودية تري تيبر. الأول الصبر على طاعة الله حتى تؤدى، نصبر على الصلاة على الصيام على الحج. نعم. فشتا تولموديت لودنت عن الله سبحانه وتعالى سون ده بلي اوتفرت فور اكزامبل سون بن فاستا واندره غو يعنير. نعم. الثاني الصبر عن معصية الله، يعني نبتعد عن المعاصي، نصبر حتى لا نقع في المعاصي. ده اندره تيبن صبر او اله تولموديت ار تولموديت يولوديت عن الله سبحانه وتعالى شريكا ده بلي فولات sånn som synder og andre dårlige gjerninger. نعم. الثالث نصبر على ما يقدر الله سبحانه وتعالى كمرض فقر فقد مال ابتلاء. Og den tredje at vi gjør ha tålmodighet med det som befaller oss fra Allah سبحانه وتعالى side, sånn som sykdom og død eller andre ting. نعم. والله اعلم. والله vet best.